بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت عملية الاقتراع في الساعة 7 صباحا من هذا اليوم في محافظة كربلاء، وكل الأمور جاهزة، الأجهزة إن شاء الله على أتم استعداد، وكل الأمور إن شاء الله مضبوطة إن شاء الله. نعم. الآن راح ينتخب عندي كل الناخبين الخاص بالوحدات العسكرية الموجودة في محافظة كربلاء. هو من محافظة أخرى لكنه يعمل في محافظة كربلاء، من حقه أنه ينتخب، على شرط أنه راح يأشر له المحافظة اللي ينتمي إليها، وراح ينتخب لصالح المحافظة اللي ينتمي إليها سواء كان بالقوائم أو كان لصالح المرشح. مراكز الاقتراع عددها؟ عدد مراكز الاقتراع 14 مركز عندي و68 محطة، وانتشرة في كل محافظة كربلاء وبما يلائم من الوحدات العسكرية اللي موجودة وانتشارها في محافظة كربلاء. الاسم؟ ناجح جاسم، معاون فني مكتب كربلاء الانتخابي.